السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم صن ستايل فاشن والمهندس احمد شمس الدين يحييكم اخواتي واخواتي ابنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلب من حضراتكم الدعم، اشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الاعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد. احنا كنا ابتدينا وقصينا الجيبة مع بعض، تمام؟ وهنبدأ فيها خطوة خطوة كده. الحاجات المهمة، يعني الحاجات المهمة، الحاجات اللي هي بتوقف بمعنى أصح أي حد إن هو يكمل الجيب، زي تركيب السوستة، زي الجيب، زي القمر. أما ما دون ذلك أصلا الجيبة ما فيهاش حاجة. الجيبة فيها ثلاث خياطات أساسية، اللي هي خياطة المنتصف بتاعة الظهر اللي بيبقى فيها السوستة، تمام؟ سواء السوستة هتبقى في الجنب او في المنتصف، ودوت اللي احنا بنرجحه ان هي بتكون اشيك لما بتكون ايه من الخلف، تمام؟ يبقى انا دلوقتي خياطة المنتصف، خياطتين في الجنبين، دول الخياطات الاساسية. تقفيل القمر كده الجيبة خلصت، ما فيهاش حاجة تاني. طب انا دلوقتي هبدأ اركب السوستة بتاعتي، ماشي؟ دي جيبة تانية انا مركب فيها السوستة عشان اوريها لحضراتكم، ماشي؟ الخياطة بتاعتها في المنتصف اهي، الخلف اهي، ماشي؟ ادي السوسته راكبه اهي، السوسته مش باينه خالص، السوسته ماشيه ما بين الخياطتين بالظبط، مش باين فيها اي حاجه خالص، يعني انا بشدها على الاخر بس عشان يبين لكم بس ايه حرف ايه السوسته اهو، هو اللي ما بين ايه، هو اللي ما بين الخياطات ديت. والبنس معموله اهي، معلش اذا كانت الخامه منقوشه، بس على الاقل يعني ايه، انا بس بايه ده، دي عينه انا بوريها لحضراتكم. وهبدأ اشتغل في الجيبة اللي احنا قصينها. اول حاجة انا عملت خياطة المنتصف عشان ما تاخدش مننا وقت اهي، عملت على الخط ده بعد ما عملت اوفر خياطة المنتصف، خدتها لغاية فوق وايه، وقفت لغاية طول السوستة، انا حطيت طول السوستة ورحت واقف وعامل فرماتورة كده، انا ايه خلصت الكلام ده، تمام؟ انا هبدأ دلوقتي هركب السوستة وهعمل البنس بتاعة الجزئية ديت الخلفية هنا هوت. هبدا ايه، انا طبعا دلوقتي عارف السوسته اهي قدام، تمام ماشي. احنا هنجيب مثلث مع بعض و نعلم، يعني هنجيب مثلث مع بعض ونعلم خياطه السوسته من بره على اساس ايه تبقى باينه، يعني نبين عرض السوسته، العرض اللي انا هتني عليه قد ايه بالظبط في السوسته اهو كده بالظبط. انا بتني اهو بعلم دلوقتي، انا علمت الايه الخياطه بتاعت بتاع ايه بتاعت علمت قيمه التانيه بتاعت القماش اللي هيتني جوه عشان ياخد السوسته معاه، تمام؟ انا دلوقتي الخامه دي ما فيهاش لكره، في فيديو معمول على القناه لسوسته الخامه بتاعتها فيها لكره مختلف عن ده، يعني تركيب السوسته في الخامه اللي فيها لكره غير تركيب السوسته في الخامه الناشفه اللي زي كده اللي ما فيهاش ايه اي لكره. هاجي انا اروح عامل كده اهوت على طول، ادي اهو ده الخط اللي انا عامله، هروح تاني عليه بالظبط واروح جايب السوسته ومركبها وماشي عرض رجل، ماشي عرض رجل، عرض الرجل الدواسه اهو بالظبط اهو، يا دوبك بس سايب قيمه القفل فوق، يعني قيمه الخياطه اللي هي بعد ايه بعد القفل اللي هو هركب بقى فيها القمر. يعني انا ركبت السوسته اهي معايا، ادي السوسته اهي مقفوله اهي، وهروح نازل كده بالظبط بخط مظبوط عرض الرجل اهو، عرض الرجل اهو هي اللي زنقه ايه حرف السوسته ده من هنا، ماشي اهو لغايه ايه لغايه القفل من تحت. طبعا انا واخد الطول بالقفل، طب انا لما سقطت من فوق سقطت ايه، سقطت سنتي اهو، شايف قفل السوسته؟ ما السوسته لها قفلين، ليها قفل ألمونيا من تحت بالعرض بتاع السوستة، وليها قفلين فوق بيقفل كل جنب على حدة. أنا نازل قيمة قد إيه؟ نازل القيمة ده إيه؟ أهي القيمة دي اللي هتخش جوه القمر، يعني القمر هيقف عندي فين؟ لغاية القفل الألمونيا ده بالظبط، تمام؟ طب أنا لما خدت المقاس خدته إيه؟ خدته كله، خدت الطول كله بما فيها الايه القفل الالومنيا بتاع ايه السوست اهو، ادي القفل الالومنيا التحتاني. انا هروح نازل بقى لغايه بعديه، لغايه ايه بعديه ماشي او قبليه، بس المهم ان انا وانا شغال ما ادوس عليه، لان لو دوست عليه بالمكنه او بالابره الابره هتتكسر، فانا هنزل بعديه اهو
نازل بعدين واتاكد اهو اشوفه من هنا ان انا كده بعيد عنه. لابد ان انا اكون بعيد عن الايه؟ عن قفل السوسته الالمونيا المستعرض اللي هو التحتاني. وهعمل ايه؟ هقفل هعدي هنا هو فرماتوره كده اللي هي نهايه السوسته من تحت. لازم تكون متينه. تمام؟ اهو واروح قافل. انا نزلت كده ابدا اطلع تاني. اهو كده وانا بعمل يكون الخطين دول قافلين على بعض بالظبط، مداريين السوسته ما بينهم. يعني حتى لو السوسته لون تاني ما تبانش معايا، حتى لو السوسته ايه؟ لون تاني ما تبانش معايا، انا كده ماشي اهو قافل على ايه؟ قافل على السوسته، مش مبينها معايا خالص بعرض الرجل اللي انا ماشي بيه. كده اهي السوسته انا ركبتها قدام حضراتكم اهي، وقفلت عليها، ادي السوسته مش باينه الا لو انا شديت كده عشان ايه؟ ابينها بس لحضراتكم. ولا فيها شده ولا فيها اي حاجه، الخطوط بتاعتها مستقيمه ولا الخط ماشي معوج، لان الفينش دوت اهم حاجه، لان دي حاجه ظاهره بره مرايه في قلب الايه؟ في قلب الجيبه. لو فيها اي عوجان او ده او دوت هيبقى شكلها وحش جدا. كده انا قفلت السوسته طبعا اهي من جوه اهي. تمام؟ ايه اللي فاضل لي هنا؟ اهوت في الظهر تاني هعمل البنسه بتاعتي. البنسه بتاعتي انا محددها اللي هي دي، وكنا محددينها مع بعض واحنا بنقص. هعمل البنسه بتاعتي اهو، بتبقى من على ما فيش تحت اهي. يعني ايه من على ما فيش؟ يعني ايه من الزيرو لغايه ايه؟ عرض سنتي ونص طالعه بالميل بتاعها. ادي البنسه، وهعمل بنسه نفس الحكايه الناحيه الثانيه. اعلم البنسه في الناحيتين، اعلم البنسه في الناحيتين، مالكش دعوه ان انا اصلا شغال بعلام واحد بس، لان انا عارف السوست، عارف اعمل البنسه الثانيه ازاي بالظبط. انت بتعلم البنسه في الناحيتين بالظبط، لكن انا ببقى ماشي عارف البنسه فين معايا بالظبط، وهقف فين والعرض بتاعها. ادي بص اهو من غير علام او من غير اي حاجه، بص معايا ادي البنستين اهم، طول واحد عرض واحد. ماشي؟ دوت يعتمد على ايه؟ على الخبره والشغل على المكنه، على الخبره والشغل على المكنه. كده انا خلصت الظهر بتاع الجيب، البنستين اتعملوا، السوسته اتعملت. هبدا اجيب الصدر قدامكم، انا عامل فيه جيب واحد، هعمل التاني قدامكم واروح مقفل الجيب. كده يبقى خلصت الجيبه، واركب القمر برضو ايه قدام حضراتكم، عشان يبقى عملنا الجيبه قص وتقفيل وخياطه وكل حاجه، يبقى ملناش حجه في اي حاجه. فانا هبدا اجيب الصدر واللي انا عامل فيه جيب، وهنبدا نشتغل فيه. بعد ما انتهينا من السوسته خلاص، وانتهينا من الظهر دوت، جيب كامل انا عملته اهو قدام حضراتكم عشان تشوفوه، وابدا اشوف الجيب دوت بيتعمل ازاي. تمام؟ وهشتغل الجيب التاني زيه بالظبط. على فكره هو معمول في الجيب الجينز، بس انا هوضحه اكتر ماشي عشان نشوف شكله بالظبط اهو. وادي الشياكه بتاعته، شايف الخطين كان مكنه، اللي عاملاه مكنه بابرتين، لان طبعا في مكنه بابرتين بيمشوا الاثنين متوازيين لبعض بالظبط. فادي الخطين متوازيين لبعض بالظبط. تمام؟ متوازيين لبعض بالظبط. هنبدا نشتغل الجيب التاني. تمام؟ ونشوفه مع بعض اهو، وازاي هنعمله وازاي هنجمعه. الجيب نفسه الداخلي في الجيبه بيبقى بنسميه ايه؟ بنسميه الورقه بتاعت الجيب، بنسميه احنا ايه؟ بلغه المصانع بمعنى اصح، او الاتجاهات او ده ودوت، بنسميه الورقه بتاعت الجيب. بيبقى فيه جزء منه مفحور بالظبط زيه زي الجيب. ماشي؟ وهوريك الكلام ده عشان ما يبقاش ايه الكلام نظري وخلاص وبس. لا، بيبقى فيه جزء مفحور زيه زي الجيب بالظبط. ادي الجيب معايا اهو. ماشي؟ ادي جزء اهو، لما نشيل ده من ده اهو، مفحور زيه زي الجيب بالظبط، اللي هو معمول فين؟ اللي هو معمول في الجيبه. والجزء الثاني اللي هو بنسميه المرايه بتاعت الجيب نفسه، اللي هما الاثنين بقى يركبوا على بعض بالشكل ده كده، فيكون ايه؟ يكون الجيب كاملا. نبدا نشتغله مع بعض اهو بقى. اول حاجه انا ادي في جزء اهو قلبته لجوه، هو دوت الجزء اللي هو المحفور زيه زي الجيب اهو بالظبط اهو. هروح جاي مخيط ده اهو كده بالظبط،
ماشي، وش القماش اهو في وش الجيب اهو، ده وش في وش، واروح واخد سنتي اهو ماشي، الدوران اخده مظبوط بالظبط تمام. بعد كده ايه، باجي افرط الخياطه، الخياطه اهي تمام، ادي الخياطه بتاعتي، باجي اعملها ايه، افرطها. يعني ايه افرطها؟ بيجوز المقص، بس المقص يكون ايه حامي، بروح مدي ايه افراط زي كده، احنا بنسميها ايه، بفرط الخياطه. الافراط دي ايه؟ عشان لما يتني الجيب لجوه المساحه دي قليله، لما يتني بيتني على مساحه اكبر تمام، بيتني على ايه، على مساحه اكبر، فلازم تفرد معايا بقى الكلام ده كده يبقى مفتوح من جوه، على اساس ايه ما يلمش الجيب ويجمعه ويبقى شكله وحش مكشكش. فانا دلوقتي هروح جاي ايه مدي بقى شيمه على الجيب نفسه ماشي، واحنا طبعا شيمه يعني ايه، يعني القماش ماشي ما بين الدواسه هنا، ما بين الرجلين بتوع الدواسه اهو بالظبط كده. انا كده شغال في ايه، في ورقه الجيب الداخليه، لسه ما اشتغلتش، لسه ما جبتش المرايه، انا شغال في واحده بس، وهتنيها لجوه اهي، واروح مدي ايه الشيمه والعرض بقى اللي هم ايه الخطين بتوع الجيب اللي هم من بره دولم، هدي دولم دلوقتي واظبطهم بالظبط اهو قدام حضراتكم، وهقفل بعد ما اخلص الجيب خلاص، هقفل الجيبه، وبعد كده اعمل فيديو ايه لوحدي تالت حاجه اللي هو للايه، لتركيب القمر بقى ماشي، عمل القمر على المكوى وايه تركيبه كمان، واعمله لك يعني، اعمل لكم القمر وتجهيزه بمكوى عاديه خالص، مكوى ناشونال القديمه ماشي، مش هعملها لكم بالمكوى البخار عشان ما حدش يقول انا ما عنديش مكوى بخار زي كده، هوريك ان المكوى العاديه انا كده عملت، وعملت ايه الخطين بتوعي اهم، وهبدا اروح جايب بقى الورقه الداخليه ديت، ادي وش اهو، هو اللي هيبقى ايه، هو اللي هيبقى معكوس هنا في الجزء ده كده اهو تمام كده اهو. هبدا بقى ايه اقفل، طبعا هم مقصوصين مع بعض بالظبط ومتظبطين، هبدا اظبط الايه الجيب بتاعي، بقفل الجناب بتاعته عشان يديني الشكل بتاع الجيب بالظبط اهو قدام حضراتكم، ده زي ده زي الجيبين بالظبط زي بعض، الجيبين ايه بالظبط زي بعض، القفله اهي هي ديت اللي انا بعملها هنا اهو تمام، واروح ايه كده خلاص الجيب اتقفل اهو، هبدا اقفل الجيب بقى نفسه، ابدا اقفل الورقتين نفسهم مع بعض، المرايه والورقه اللي هي ايه واخده شكل الجيب بالظبط، انا بقفلهم اهم، وبعد كده اعملهم ايه اوفر، وبعد كده اروح ايه طابق الجيب بقى على طول، خلاص كده ما قداميش حاجه تاني الا ان انا اطبق الجيب، كده خلاص انا عملت الجيب اهو قدام حضراتكم، الجيبين زي بعض بالظبط اهو، ادي الجيب اهو ماشي، نفسه نفس الجيب التاني بالظبط، هعمل الجيب اوفر وبعد كده اقفل ايه الجيبه، عشان يبقى كده احنا قفلنا الجيبه وطبقناها. بعد ما عملنا الجيب خلاص خلصته وعملته اوفر اهو قدام حضراتكم ماشي، كده الجيبين اهو بالظبط. وطبعا احنا مظبطين ايه، مظبطين الخياطات بتاعتنا 50 سنتي من فوق، هبدا اطبق الجيبه اهي، ادي الوش وادي ايه الظهر بتاعي اهو، هطبق الجيبه، يعني ايه اطبق الجيبه، اخيط بقى ايه، اقفل الظهر مع ايه مع الصدر، الاثنين اهم قد بعض، عشان ما حدش يقول لي ايه ان في واحد اكبر من الثاني والكلام زي كده اللي انا قلت لكم عليه، ان الكلام ده غلط غلط، ان حد يقول لك ايه ان الخلفي اكبر من الامامي، دوت ما يبقاش الا في البنطلون فقط لا غير. انا كده الخياطات اهي، دي الزياده بقى اللي انا سايبها جوه، دي ايه الزياده اللي انا سايبها جوه ماشي، بعمل فرماتوره عند الجيب لان دي بتبقى منطقه احتكاك ماشي، فسهل جدا ان هي تقطع، كل ما بدخل ايدي في الجيب واخرجه فسهل ان هو يقطع، فعشان كده بعمل له ايه فرماتوره كويسه اهو، انا ماشي على ايه على الخط اللي انا عامله بالمسطره اللي احنا كنا عملناه مع بعض على ايه على البنك نفسه، اللي عملناه على البنك ايه نفسه، مفيش جنب اطول من جنب، لان هم اساسا معمولين مقصوصين مع بعض، لما تيجي تلاقي جنب اطول من جنب يبقى انت غلطان في حاجه، لما تيجي تلاقي جنب اطول من جنب انت ايه؟
اسف لان انا كنت نسيت اصلا التليفون شغال. فانا دلوقتي قفلت جنب وبقفل ايه الجنب التاني، بقفل الجنب التاني اهو. زي ما قلت لحضراتكم مفيش حاجة اسمها جنب ايه اطول من جنب، الجنبين طول واحد اهو بالظبط. فما ينفعش لما اجي اقفل الاقي جنب ايه اطول من جنب، لقيت جنب اطول من جنب يبقى انت غلطان، يبقى المكنة كشكشت التحتاني او جمعت التحتاني زي ما احنا بنقول. المكنة ايه جمعت التحتاني، فلازم افك واشد التحتاني. شوف انا شادد الاثنين مع بعض اهو، مفيش واحدة تطلع ايه اقل من التانية كده. على فكرة انا قفلت الجيبة خلاص، وعملت جيوبها وعملت سوستتها وعملت البنز بتاعتها ماشي، والمقاس بتاعها مظبطه. ايه اللي فاضل لي؟ هنعمل القمر مع بعض والايه ونقفل. يبقى احنا كده خلصنا الجيبة، ما خدتش حاجة. انت عليك ان انت تجمع الفيديوهات بتاعتها قص وخياطة، وادي القمر معايا عامل 50 سنتي بالظبط اهو، عامل 50 سنتي بالظبط. عليك ان انت تجمع الفيديو قص وخياطة قد ايه، يبقى الجيبة خدت منك وقت قد ايه. اضربه مع نفسك انت. انا مثلا على اساس على سبيل المثال يا سيدي، اصلا انا بفضل الله عز وجل واحد محترف وليا في المهنه ديت اصلا سنين طويله ماشي. اضربه لنفسك انت في 2 في 3، او اضربيه حضرتك لنفسك انت في 2 في 3. بس المهم تعملي الجيبه بنفس الشكل اللي احنا ايه قلناه عشان ما تحتاجيش لحد. كده احنا هنوقف الجيبه لغايه الكلام دوت. انا فاضل لي ايه؟ فاضل لي القمر فقط لا غير، فاضل لي القمر فقط لا غير. هعمله قدام حضراتكم على المكوه ونبينه واجمعه في الجيبه على اساس تشوفوه في فيديو ثالث. يبقى احنا كده عملنا الجيبه على 3 مراحل ماشي، القص وتجميع الجيبه نفسها، وبعد كده تركيب القمر اخر حاجه. يبقى ايه؟ يبقى الفيديو كامل في قائمه التشغيل لوحده 3 فيديوهات للجيبه كامله. يبقى انت كده او حضرتك كده مش محتاجه حاجه تاني في الجيبه. تمام؟ كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الدعاء بظاهر الغيب، الاعجاب بالفيديو ماشي. المبدا اللي احنا شغالين عليه مع بعض دايما، الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.